متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 471 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، يرتفع ذلك عدد إجمالي المصابين بالمغرب إلى 477,160 حالة، بينما تم تسجيل 4 الوفيات بالمغرب، ليصل عدد ضحايا كورونا بالمغرب إلى 8,440 حالة، بينما ولله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 574 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين بالمغرب إلى 457,325 حالة. فجهة الضربة الصاد سجلات 192 حالة وثلاثة الوفيات، مقسمة كالتالي: الدار البيضاء 146 حالة وثلاثة الوفيات، بينما المحمدية 17 حالة، سطات 7 الحالات، جديدة 7 الحالات، نواصر 5 الحالات، سيدي بنور 5 الحالات، برشي 3 الحالات، ومديونة حالة واحدة، وبن سليمان حالة واحدة. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، كنذكركم أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 471 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، يرتفع ذلك عدد الإجمالي للمصابين بالمغرب إلى 477,160 حالة، بينما تم تسجيل 4 الوفيات بالمغرب، ليصل العدد الإجمالي لضحايا كورونا بالمغرب إلى 8,440 حالة، بينما ولله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 574 حالة شفاء إضافية، يرتفع العدد الإجمالي للمتعافين بالمغرب إلى 457,325 حالة. فجهة الضربة الصاد سجلات: الدار البيضاء 146 حالة وثلاثة الوفيات، بينما المحمدية 17 حالة، سطات 7 الحالات، جديدة 7 الحالات، نواصر 5 الحالات، سيدي بنور 5 الحالات، وبرشيد 3 الحالات، بينما مديونة حالة واحدة، وبن سليمان حالة واحدة. متابعينا الكرام، نذكركم أن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 471 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، يرتفع ذلك عدد الإجمالي للمصابين بالمغرب إلى 477,160 حالة، بينما تم تسجيل 4 حالات جديدة للوفيات، ليصل العدد الإجمالي للوفيات بالمغرب إلى 8,440 حالة، بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 574 حالة شفاء إضافية، يرتفع ذلك العدد الإجمالي للمتعافين بالمغرب إلى 457,325. فجهة الدار البيضاء سجلات: الدار البيضاء 146 حالة وثلاثة الوفيات، بينما المحمدية 17 حالة، السطات 7 الحالات، جديدة 7 الحالات، والنواصر 5 الحالات، بينما سيدي بنور 5 الحالات، كذلك برشيد 3 الحالات، ومديونة حالة واحدة، وبن سليمان حالة واحدة. نذكركم متابعي الكرام لآخر مرة، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 471 حالة جديدة مؤكدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، يرتفع ذلك عدد الإجمالي للمصابين بالمغرب إلى 477,160 حالة، بينما تم تسجيل 4 وفيات جديدة، يصل عدد الإجمالي للوفيات بالمغرب إلى 8,440 حالة، بينما ولله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 574 حالة شفاء إضافية، ليرتفع عدد الإجمالي للمتعافين بالمغرب إلى 457,325 حالة. فجهة الدار البيضاء سطات سجلات: الدار البيضاء 146 حالة وثلاثة الوفيات، بينما الدار البيضاء سجلات 146 وفيات، محمدية 17 حالة،
سطات 7 الحالات جديده، 7 الحالات النواصر 5 الحالات، سيدي بنور 5 الحالات، وبرشي 3 الحالات، مديونة حالة واحدة، وبن سليمان حالة واحدة. إذا متابعينا الكرام، كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.